هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. هذا السريع لايف خفيف ربع ساعة قبل الفطور، كنت ناوي ندير شوية مقبل ولكن ظروف طارئة ما خلتنيش يعني باش نبدا شوية بكري. وبما انه غبت يومين ويعني من واجبي باش نشرح غياب هذا كيفو جيستيفي، ما نقولوش رمضان خاطئ، انما نادم ما يعرفش يسير البرنامج ديالي، وهذا هو الخطا ديالي. نوض بكري من قبل الفجر وهذاك هو بنادم يصلي ويريح ويطير للنعاس ونبدا نخدم يكتب بتاع كامل. ما يجي المغرب بنادم يفطر تروح تصلي العشاء التراويح، رواح امبوسيبل باش نحرك، نقول لازم الراحه دو نوي دو سويت. بعد خدمت قعدت نديرها في النهار، وهذه في النهار ما نحرتش لانه عندي شغلات اخرى، يعني عندي التزامات كتابات كذا، نعم ما خلاتنيش باش. ولكن ندير اليوم مجهود لاني رقدت شويه بعد الفجر، دونك خذيت نصيبي من الراحه باذن الله. مور الفطور مور التراويح نديروا فيها لايف مع جوال 11 هكذاك الليل 10 ونص نديروا فيها لايف، و عندنا ما نحكي فيه في اللايف تاع العشيه نتكلموا على واحد جماعه حابين ينقذوا الجزائر، شوفوهم ونحكيو عليهم. تكلمنا ديجا عليهم كيفاش اسسوا الجمعيه ديالهم، اليوم راح نقدموهم لكم تشوفوهم بالصور. نتكلموا على مشكل عويص بالنسبه للجزائر، مش عارف من العصابه اللي تعمل معاه، هو انه المغرب نزع ملكيات تاع الدوله الجزائريه، رزق الدوله الجزائريه في المغرب، ولكن نزعهم لسبب منفعة عامة ويعطي مهلة للناس اللي ينزع لهم، لما ينزع ماهوش نحي لك تحقيقات عدل، إنما يقدم ويعوض لك كما يدير مع أي واحد. والنظام الجزائري ما بقاتش دولة في الجزائر، النظام الجزائري نشوفوا كيفاش راح يتصرف مع هذا القانون، لأنه القانون المغربي يعطي مهلة للناس المتضررين باش يناقشوا السعر، يناقشوا لا يشوفوا واش تخرج عليهم ولا ما تخرج عليهم. هذه ما نتكلموا كذلك على مجاهدة جزائرية اسمها إليات كلو، فرنسية من أصل إسباني، ما يسموا بالأقدام السوداء، كانت هذه تكافح صفوف الثورة الجزائرية، ولما توفات قالوا عليها صديقة، ما هي صديقة، هذه مجاهدة، نتكلموا عليها إليات لو. كما راح نتكلموا على عدم ترشح تبون للعادة الثانية، هذا أصبح تقريب يعني واضح. نتكلموا على ما يحدث في القنوات التلفزية الجزائرية وكذا، وكان حاجة اللي تضحك ولكن هي مؤسفة على كل حال، إنه قناة الشروق داروا فيلم مسلسل كان الفيلم تاع رمضان يتكلموا على الكوكايين في الجزائر، قال لهم علاش تكلموا على الكوكايين وين شفتوها وين تكلموا عليها بالتفصيل. ولكن موضوعنا الرئيسي للعشية هذه هي ثروة لطفي نزار ب 300 مليون يورو، هذه غير في اسبانيا، في اسبانيا نعطيكم كل الأدلة، نعطيكم
يعني نتائج تحريات ما قمتش بها أنا، قام بها جهاز الأمن الخارجي، جماعة جبار. ولكن نهار دارت لونكيت كان جبار مازال ما حكمش، كان قبل ما يجي جبار، كان مازال جهاز شاد شوية. والآن هذا نتكلم على جهاز جبار، جهاز جبار فاشل مفلس مفلس تاع الصح. راهو باش يديروا هما جنوا كيفاش راني نجيب في المعلومات من عقري دارهم. والعشية لما نتكلموا يعني هاد المسألة، لما نتكلموا على تحقيق تحريات اللي قام بها جهاز الأمن واش راهم محاولين يديروا وكذا حول لطفي نزار الثروة ديالو 300 مليون، هما اللي راهم يبلهم كيفاش راني نجي المعلومات منين نجي كيفاش نجي. دونك واش داروا؟ قاموا بمحاولة اختراق للقناة وللبريد الإلكتروني، يعني بعد شنو.